صباح الفل. كتير قوي من البنات تحديدا ورجاله كمان، بس البنات اكتر، بيجوا يقولوا لي انا الدايت بيبوظ نفسيتي تماما، انا ببقى محتاجه حاجه مسكره، عايزه حته ايس كريم، عايزه حاجه تعدل مزاجي، وانا ما بيعدلش مزاجي غير السكر. تعالي كده اقول لك على خمس حاجات، واقول لك على خمس حاجات صدقوني هيعدل مزاجك: الموز، الشوكولاته الدارك، الشوفان، القهوه، والمكسرات. لو دخلتيهم بس مش كلهم مع بعض، لو كل يوم حسيتي الاحساس بتاع بوظان المزاج واخدتي حاجه من الخمس حاجات دول، صدقيني وصدقني الوضع هيتحسن تماما، وهتلاقي نفسك مش عايزه ولا حته ايس كريم ولا حاجه مسكره بسبوسيه وكنافه. جرب تدخل دول جوه حياتك وجوه سيستم حياتك، اختاري منهم او اختار منهم حاجه تبقى هي دي طوق النجاه بتاع المود الوحش، وصدقني هتفرق كتير. انا عن نفسي بحب القهوه والدارك شوكليت. القهوة بالنسبة لي بتعدل مزاجي جدا، بتظبط دماغي وبتديني انرجي كبيرة جدا جدا في التمرين. وكمان الدارك شوكولت بتديني نفس النتيجة. هل اقدر امكس بينهم؟ اقدر. لو مش هحط لبن ومش هحط سكر، ممكن اخد 5 جرام من 5 جرام، ده يعني مكعب صغير من الدارك شوكولت، واضيفها على القهوة، ويا سلام على تحسين المزاج. فما تقلقوش، الدايت مش موجود خالص عشان خاطر يبوظ مزاجك ويخليك عصبي، لكن لما جسمك يبقى احسن ولما حياتك تبقى صحيه اكتر وصحتك افضل، صدقني الوضع هيختلف تماما، وهو ده فعلا تحسين المزاج.